تونس باش نقولها بكل صراحه لكل شعب جزائري اللي هو شعبي وبلادي العزيزه، تونس راهي بلاد باهيه والجزائر راهي بلاد كبيره وعظيمه، وما كان حتى دوله في العالم تنجم تتجرأ تقول الجزائر فيها ولا عليها. نزلت لدرجه اني قريب وليت مانيش جزائري، حبيت نعطيها شويه من شخصيه التونسي وحبيت تحسني كاني تونسي، معناها تنجم تقول مثلت وليت تونسي بشخصيه التوانسه وبثقافه التوانسه وهكيك ما نجمت لهاش اللافه والزربه والمراقبه ما فماش سي بون. معناها كان نعرف توا بنيه تونسيه، المراه الجزائريه تنجم تقول عندها مرأة جزائرية مرأة عظيمة. كان عندنا عيد المرأة، المرأة في كل مكان، وعيدهم مبروك وكل المرأة المسلمة والمرأة التونسية والجزائرية بالخصوص، وإن شاء الله ربي يخلينا أماتنا وعمر طويل إن شاء الله، وربي يبعد علينا البلا هذا وتبقى ديما إن شاء الله تونس وجزائر خاوة وعائلة واحدة ودم واحد إن شاء الله يا ربي. نجم تقول من الثورة التونسية ل 2020 حتى الكورونا كنت نخدم في الحمامات وعشت في الحمامات، وتنجم تقول تونسي جزائري. تونسي جزائري الله يخليك يعيشك خويا. عمري حسيت روحي غريب ولا جزائري، كي نبدا هنا نحس روحي تونسي عادي جدا، ونخرج في الليل وما نخافش، وفي البريود اللي كان كوفر فيه نخرج عادي وما يديرونجيني حتى حد. وعمري في حياتي حسيت باللي تونس باش تولي بلاد ما تنجمش فيها وتخوفك جامي. الحمد لله المرأة التونسية عندها عاداتها وتقاليدها اكيد، المرأة الجزائرية عندها ثقافتها وعندها عراقتها وعاداتها. بصح هي النقاط تاعك الاختلاف ما كانش اختلاف كبير، ما كانش اختلاف كبير، ينجم يكون اختلاف جوست في الحفلات التقليدية تاع كدولة تونسية وتاريخها، وما نعرفش انا كيفاش هما عاداتهم. حتى احنا في الجزائر عندنا عادات وتقاليد، كيما نقولوا العيد المرأة هكا، الزوج يعمل كادو لمرته، الابن يعمل كادو للمو، حاجات كيما هكا، وينجموا حتى كاين اللي يعملوها كعشاء مزيان يخرجوا معناتها عاده. عادتنا طبيعيه معناها ماشي كل قويه ولا مناسبه طبيعيه عاديه، معناها جست الابن يتفكر امه والراجل يتفكر مرته، حاجه عاديه. نجم تقول احنا عندنا نسبه المراه الجزائريه المدينه والمحافظه نجم توصل حتى 90%، وعندنا هكا بنات ونسانه كيما نقولوا كيما تاع تونس هكا القاصفي اللي يزيد تلبس كادو، اما في اطار الواقع معناها ما تزيدش على الحدود، تلقاها لابسه عادي كسيفي ليزي ماهيش بلباس محتشم ولا مفضح ولا معناها خارج على الطريق، اللي يخلي الراجل يخزر لها بطريقه غريبه ولا بطريقه فيها نوع من الخجل. فهمتني؟ المراه الجزائريه تنجم تقول عندها مراه جزائريه مراه عظيمه، ما كي تقول مرأة جزائرية تنجم تقول مجاهدة بنت شهيد مناضلة، إنسانة تنجم تعيش معها ألوز، تنجم تدير الدار، تنجم تحمل برشا صعوبات. كاين فرق بينها وبين المرأة التونسية، فرق عظيم، فرق عظيم. المرأة الجزائرية من الآخر تحترم الرجل، كي توصل لواحد المرحلة تاع تحب تفوت رجلها ما تنجمش، تنجمش يبقى ديما الرجل في الجزائر فوق المرأة بكل بساطة. المرأة التونسية عندها حرية مطلقة، وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم هي اللي خلاتها تعيش حرة، وهي اللي خلاتها تتمكن باش تكون عندها مسؤولية أكثر ممكن من الراجل. والمرأة التونسية تنجم ديريجي لحياة خير من الراجل التونسي، نقولها لك بكل بساطة. متحررة لطريقة تنجم تعمل حياة ومستقبل ومسؤولية خير من الراجل، معناتها تنجم تعول عليها المرأة التونسية. أما عندها حرية عظيمة خارج على المألوف، تمثلها حريتها، تمثلك كل شيء، تنحيك من الدنيا. حرية المرأة في تونس نقطة ورجع للسطر، خط أحمر بكل صراحة. أنا لاحظتها هذه، سوا ديزون في لبستها، في خروجها، في دخولها، في أوقاتها، تعيش كما يقول لها مخها، ماشي كما يقول لها المجتمع ولا مسيو ولا ما نعرفش كيفاش نقولها لك يعني. باش وهذه معناتها كيفاش تراها من حاجه عاديه، باسكو انا عشت معاكم كي شفت باللي انتم مجتمع يحب القهاوي ومجتمع يحب الامبيونس ويحب التفريد وسهريات ومجتمع عنده برشا مناطق سياحيه، حاجه عاديه خلاص. بار كونتر الجزائر كاينين بلايص الخمسه تاع العشيه تنجم تقول ما فما حتى شيء، انتم العكس نتاعنا، الخمسه تبدا الحياه في تونس، حاجه عاديه هذه بور موا، حاجه عاديه. اما حاجه اللبسه وامور خاصه هذيك ما تنجمش تهضر عليها،
خاطر هي كي تشوف روحها لابسه هكيكا تعرف روحها وكبيره وتعرف صلاحها وعندها مخ، حد ما ينجم يقول علاش ولا كيفاش ابار مخها، هو مخها قالها ديري هكيكا وخرجي هكيكا. عندي تروا جور باش نرجع ان شاء الله في سبتمبر تخدم هنا بيان سور، يعني باش نرجع في سبتمبر للحمامات ونعاود نستقر في المنزل تاعي اللي كاريه ونعاود نرجع كيما كنت انا، خاطر في حمامه سونترفيل في النور مانيش في الياسمين، ونعاود نعيش في تونس كيما كنت بكري ونمشي خطرتين في الشهر ولا الجزائر نشوف الوالده ونشوف اموري ونرجع. توا زيت تبون عمل لنا فازه مليحه الشهريه نتاع اللي ما يخدموش، عطانا بفلوس كم مبلغ كمعتبر وتنجم تعيش به الاز كيما انا المبلغ اللي عاطيه لرئيس الجمهوريه نتاع الجزائر تاعنا، ينجم يخليني نكري به الدار في الحمامات نحالية مسؤوليه الكرو. انت شنو تخدم هناك؟ انا نخدم ارتيست. ارتيست نخدم فن الليالي، الملاهي الليليه، نخدموا مع لي شونتور الجيريان ماناجير، ونخدموا الملاهي الليليه لي صالون دو تيب شونتور في الحمامات ياسمين، ونورمال نخدموا عندنا لي كليون تاعنا ومعبيه ديما خاصه بالويكاند، وفيها توانسه وفيها تزيريه وعائلات وامبيونس ونظيفه خدمه بيه على الاخر، ومعروفه معروفه معروفه جدا البلاصه اللي نخدموا فيها في ياسمين في قرطاج لاج تونس. باش نقولها بكل صراحه لكل شعب جزائري اللي هو شعبي وبلادي العزيزه، تونس راهي بلاد باهيه والجزائر راهي بلاد كبيره وعظيمه، وما كان حتى دوله في العالم تنجم تتجرأ تقول جزائر فيها ولا عليها، وتونس بالنسبه لينا راهي تابعه لينا في مخاخنا تاعنا، حنا ديناها هكيكا ديناها معناها بتعبير مجازي تاعنا، ما كانش فرق خلاص، ما كانش تونسي كي يمشي للجزائر ما عندوش فرق. ديجا صاحبي مشى الصباح اليوم هز زوج نساء تونسيات هزم للعلمه باش يعاود يرجعهم كانه ابوهم خوهم عادي عادي جدا، ما كان فرق في حتى حاجه، النفسيه مرتاحه، تنجم تقول دمنا واحد، جد واحد، تراب واحد، سبحانك يا ربي، حزن واحد وفرحه واحده. انا بالنسبه لي تونس اللي يحب يجي ليها اي باهيه، صحيح المعيشه غلات في تونس والامكانيات صعابت بصح الانسان اوليو اللي كان يقعد الجزائري 10 ايام يولي يقعد 5 ايام، المهم يجي لتونس، خاطر تونس نجم نقعد فيها 4 ايام نسولاجي على الاخر وما نقعدش في بلاصه اخرى 15 جور من الاخر، 4 ايام في تونس يكفوني لشات غاليه، فما بالك عائله كي تجي هنا واحد ما يقلقك، واحد ما يديرونجيك، واحد ما يحوس عليك، ناس كرامة ما يمرضوش بالناس، ما يحوسش على الناس، ما يشغلوش بالناس، بار كونتر مناطق اخرى سامحني، احنا ديجا عندنا غير تونس، المروك مسكر وبلادنا مزيانه. خممت في 2017 باش نعرس بتونسيه من باجا، اي من باجا ما نكذبش عليك، ووصلت النقطه تاع النجم نعرس 100%، من بعد كما كتبش المكتوب الله غالب راسها يابس، راسها يابس معنا، راسي يابس ما نجموش نتاقلموا. علاش ما حبيتش على شروطي، واول شرط من شروطي تبدل لبستها، اي خاطر هي انسانه مزيانه وقاريه وجامعيه معناها، وتنجم تقول بنت حدود ومعيش شكل اللي عندها حريه مطلقه، انا حبيت تبدل لبستها خاطر هي كانت ديجا مدينه وعاودت نحاته، حبيتها ترجع برك بالخمار وترجع هذيك الانسانه اللي كي شفتها حسيتها جزائريه والله. تكلمت لدارنا وعملنا برسك كل الاجراءات، خاطر عندي ديجا كوزان ولد عمي ناخو منها تونسيه وعايشه معنا لابيل في تير، تحبنا وتحب الجزائر وما نكذبش عليك عايشه معنا الاز على الاخر صافا تنجم تقول. انا سميته ولف استئناس بالتونسيه، استنست طورت علاقتنا خاطر قريبه ليا هي في المرازقه تقرا وانا في الحمامات، طورت العلاقه لدرجه ما تتصورش، معناها تعلقنا ببعضنا ولينا يد واحده وخاف عليها وتعاركت على جالها خطره وامها في بالها وبوها واختها وكل شيء، بعد كما كتبش مكتوب هي بقات مصممه باش تعيش حياتها، تكذب عليا ساعه تقول لي اني في الدار مع صحاباتي وهي في مناطق اخرى، نزلت لدرجه اني قريب وليت مانيش جزائري، حبيت نعطيها شويه من شخصيه التونسي وحبيتها تحسني كاني تونسي، معناها تنجم تقول مثلت وليت تونسي بشخصية التوانسة وبثقافة التوانسة وهكيك ما نجمتلهاش، فما أمور بوان أرجع للستر مثلا بدلي لبستك تاخذي الراي تاع
حتى شي في الجزائر بالصيف عليك ما كانش حتى تونس هادي تونس قالت لي ما نقعدش في الجزائر قالت لي نمشي لا فاكونس والله انايا ما نكذبش عليك عندي الوالده لازم تتزوج وتقراي في الجزائر كانت حبي تخدمي وقعدي في الدار تعيشي لا بيل في استوحشي تونس نديك لتونس باجا خطوه زوج خطوات حنا في باجا حاجه عادي باقيه متردده وانا هرب قلبي ما نكذبش عليك خفت من المصير اللي يجي من بعد الزواج خاطر غير هذه اللي ما توقعتهاش تصير لي نعرس بتونسيه ومن بعد ما يكتبش المكتوب ما انا قصت الامور على الاخر وبقينا نجري ورا بعضنا هي تجري وانا نجري هي تصلح وانا نصلح عاد شفما جات الكورونا دفنت كل شيء من وقتها ما عادش سي بون سي بون سي بون ربي معاها ربي يجيب لها قسمه ربي يرزقها بالحلال ربي يعطيها ما تتمنى ان شاء الله عاد اش نقول لك لا جامي توا انا التونسيات الكل عاملهم كانهم دي زامي بروج هذوك الاصدقاء المفضلين عندي تونسيات يعرفوني هكا الفيسبوك ما تهمنش اما هذه ليميت ما عنديش كل علاقات لي خارجه على الطريق والحياه اللي فيها اللافه والزربه والمراقبه ما فماش سي بون انا كنعرف توا بنيه تونسيه جست امي ولا معامله ولا حاجه بيناتنا كبابليس اما الزواج ونو جامي ولا العلاقه ولا جامي